نيافة الأنبا يوسف أسقف جنوبي الولايات المتحدة. مرحبا بكم سيدنا. أهلا أهلا بك دكتور سعد. شرف لنا وبركة وسعادة قبول نيافتكم الدعوة للظهور على برنامج الحضارة القبطية اليوم وفي وسابقا في حلقات سابقة. شرف كبير لنا وبركة، ونرجو دائما أن احنا نكون متمتعين بذكرنا في صلواتكم. تعيش يا دكتور سعد، وأتمنى لحضرتك ولقناة لوجوس وللكنيسة القبطية وللشعب المسيحي كله وللعالم كله، أتمنى سنة مباركة مليانة بالسلام، مليانة بالفرح، مليانة بالسعادة، مليانة بمعرفة ربنا يسوع المسيح، المعرفة الحقيقية. فعلا قلوبنا تكون مزود موجود فيها السيد المسيح، وبنتغير كل يوم في معرفته لكي نكون مشابهين لصورته، زي ما معلمنا بولس الرسول بيؤكد على هذا المعنى، لكي نكون مشابهين صورة ابنه. فأتمنى أن هذه السنة بنعمة ربنا وبركة عمل الروح القدس في حياتنا تكون سنة مباركة على العالم أجمع. نشكر نيافتك سيدنا. يسعدني أن أيضا يشاركني في تقديم برنامج اليوم الفنان جرجس تامر بؤتر. شكرا أستاذ جرجس شرف على ليا التشريف. شرف ليا ان انا اكون موجود مع حضرتك دكتور سعد ومع نيافه الانبا يوسف. بشعر بصغر نفسي ان انا اكون وسط الكوكبه دي. بركه كبيره ان اكون في حضرتكم. اهلا بيك، اهلا بيك أهلاً معانا بك يا سيد. سيدنا العزيز الجزيل الاحترام، ابدا بسؤال لنيافتك على خلفيه حوادث العنف المتكرره في مصر وأنحاء العالم ضد الإيمان المسيحي، والتي تصاعدت باستشهاد 25 مسيحيا قبطيا أثناء قداس الأحد في الكنيسة البطرسية بالقاهرة يوم 11 ديسمبر 2016، وثم بعض العشرات الجرحى في حالة سيئة، واثنين منهم استشهدوا في المستشفى، يعني فقدوا الحياة. ما هي رسالة الإنجيل لشعب المسيح، خاصة وهم يقتربون من عيد الميلاد المجيد هذا الأسبوع؟ نود أن نستمع لنيافتك عن رسالة الإنجيل. هو الحقيقة أنا شايف في ارتباط قوي ووثيق ما بين الصليب اللي بتحمله الكنيسة، صليب الاستشهاد، وما بين ميلاد ربنا يسوع المسيح. لو نيجي نشوف ربنا يسوع المسيح اتولد في مزود للبقر ليه؟ طبعا هذا الميلاد كان بتدبير إلهي، يعني لم يحدث مصادفة ان يوسف والعذراء مريم لم يجدوا مكان، وده كان المكان المتاح، ولكن ده تدبير إلهي. يقال ان هذا المكان هو ده كان مكان بيربوا فيه الحملان والذبائح التي تقدم في الهيكل. فان الله يدبر ان يولد بين الحملان وبين هذه الذبائح لكي ما يعلن ان هو ولد لكي يذبح، ولد حمل الله الذي يحمل خطية العالم، ولد فصحنا المسيح فصحنا. وعلشان كده وجد سيد المسيح وسط هذه الحملان، لأن هو جاي، هذه هي الرسالة اللي هو هيتممها. وأيضا كلمة المزود ده المكان اللي كان بيوضع فيه العلف اللي بتأكل منه الحملان والبقر والغنم في الاسطبل ده. فطبعا العذراء وضعته في المزود، وده له معنى جميل ان المسيح هو بقي الخبز الحياة. فلما المسيح قدم ذاته على الصليب
أعطانا هذا الخبز الذي نحيا به، هو خبز الحياة النازل من السماء. وهنا أقدر أشوف العنوان اللي حضرتك اخترته للحلقة دي، ما بين المزود والصليب والقيامة، أشوف التلاتة دول بيتحققوا مع بعض في ميلاد السيد المسيح. فهو الذبيح ده الصليب، وهو وضع في المزود لأنه خبز الحياة الذي يعطينا القيامة، الذي يعطينا الحياة، الذي نقلنا من الموت إلى الحياة. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا إلى الأبد، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. فهنا نرى الربطة قوية ما بين المزود وما بين الصليب والقيامة. ودي الكنيسة النهاردة لما بتقدم شهداء وصليب الاستشهاد ده، هو ده جزء من رسالتنا، زي ما معلمنا بطرس الرسول بيقول: أيها الأحباء لا تستغربوا البلوى المحرقة الحادثة بينكم كأنه أصابكم أمر غريب. سيد المسيح قال تكونون لي شهودا، وطبعا في أنواع كثيرة للشهادة لسيد المسيح، ولكن أقوى أنواع الشهادة هي سفك الدم من أجل ربنا يسوع المسيح. وهنا المسيح الذي جاء لكي ما يسفك دمه ولكي ما يبررنا بهذا الدم المسفوك على عود الصليب، احنا ولاده ايضا بنحمل هذا المعنى في ان احنا بنقدم حياتنا ذبيحة للمسيح كل يوم. وهنا اقول تعليق صغير، صلوات المعمودية فيها طلبة جميلة جدا جدا، ان الاب الكاهن بيصلي من اجل الاطفال اللي هيتعمدوا ويقول اقبلهم اليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور. وكأن كل طفل بيتولد وبيتعمد احنا بنقدمه ذبيحة لله. فيجي هنا الاستشهاد، يبقى ده عبارة عن ان دي حاجة مش جديدة بالنسبة للانسان، لان هو من يوم معموديته قدم نفسه ذبيحة. فلما بيجي الاستشهاد ده بيحدث، هو ماشي مع خط الميلاد وخط الصليب وخط القيامة، لان احنا كلنا شهود لله في حياتنا. I'm speechless يا سيدنا، لان الواحد في مواجهة العنف الرد الفعل البشري الطبيعي شعور بالضعف او الضياع او الثقل، وكأن شيء ثقيل جدا وقع على القلب وعلى الفكر وعلى نوع من عدم التفاؤل. انما كلام نيافتك بيبين العمق المسيحي في مواجهة هذا العنف بصوره المتنوعة. يعني هل نقدر، أو اسمح لي أن أنا أستكمل السؤال وأقول: ما هو الرجاء في المستقبل بالنسبة للمضطهدين، إذا كان الاضطهاد مستمر أو يدوبك بياخد أجازة أسابيع أو شهور وبعدين يعود بنفس العنف مرة أخرى؟ ما هو الرجاء؟ هو لو سمحت لي الأول عايز أقول تعليق على قول حضرتك، إن أحيانا بعضنا بيشعر بالضعف وبالضياع. وهنا عايز أسأل سؤال: هل الاستشهاد أو قبول الاضطهاد ضعف ولا قوة؟ في لحن أمونو جانيس بنتكلم على الصليب ونقول: قدوس القوي الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. الصليب من الخارج منظره في ضعف، ولكن في حقيقته هو أعظم من القوة. لما نرى الله بكامل إرادته بيقدم نفسه ذبيحة علشان يفدي أولاده، وعلى الصليب بيطلب المغفرة لصليبيه ويقول للآب: يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لم تفارق أذهاننا صورة شهداء ليبيا المباركين اللي هم وقفوا في منتهى الشجاعة والقوة يحتملوا ويتقبلوا صليب الاستشهاد من أجل المسيح. وأنا فاكر وقتها تسألت: من هو الضعيف، هؤلاء الشهداء ولا هذا الإنسان الملثم المختفي اللي مش قادر يعلن عن شخصيته لأنه خايف؟
من الضعيف ومن القوي. العبارات اللي اتقالت من أسر شهداء البطرسية عبارات في منتهى القوة، تدل إن احنا قبلنا لهذا الألم ولهذا الاستشهاد ليس عن ضعف إطلاقا ولكن عن قوة. سهل جدا، سهل جدا إن أي إنسان يلبس حزام ويفجر نفسه، ولكن القوة الحقيقية إن أنا أقبل إن أنا أموت من أجل المسيح، وإن أنا أسامح اللي اعتدى عليا، وإن أنا أطلب إن ربنا يقوده للإيمان السليم، وإن أنا أغفر له، وإن أنا أفرح بهذا الاستشهاد. وده شفناه في صور الأسر الشهداء وأيضا في المصابين، وشفناه في شهداء ليبيا بوضوح. فليس الاستشهاد ضعف، ولكن الاستشهاد هو أعظم من القوة. أما بالنسبة للإنسان إزاي يتعامل مع الاضطهاد، الحقيقة ربنا وعدنا إنه هيعطينا قوة من الأعالي، وربنا وعدنا قال في تلك الساعة إن الروح القدس هيعلمكم ما يجب أن تقولوه، ووعدنا إن هو لن يفارقنا، قال أنتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، ولكن أراكم أيضا فستفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. القوة اللي احنا بنشوفها في الشهداء أو في المصابين أو في عائلتهم ليست قوة بشرية، ليست قوة بشرية، ولكنها بالحقيقة هي قوة إلهية وعمل الروح القدس. ومن هنا رجائي في المسيح وفي هذه القوة اللي هو وعدني ان هو هيعطيهاني، ينزع من قلبي كل خوف وكل اضطراب. واحنا موضوعين لهذا عينه، زي ما انا قلت ان احنا من يوم المعمودية بنقول احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. وعلى هذا احنا ليس لنا رجاء في المسيح في هذه الحياة فقط. بولس الرسول قال احنا لو رجعنا في المسيح في هذه الحياة فقط لصرنا أشقى جميع الناس. تعجبني رسالة فيليبي لما بولس الرسول يقول أنا محصور بين اختيارين، يعني أكيد واحد مش عارف يختار، عنده two options ومش عارف يختار بينهم. طب إيه الاختيارين دولت يا بولس؟ يقول الاختيار الأولاني لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. والاختيار الثاني إن أنا أبقى على الأرض فهذا ألزم من أجلكم، من جهة الكرازة والخدمة يعني. فهو يعني حط الاختيارين انه يعيش ويكمل خدمته ولا يستشهد ويكون مع المسيح، ويقول انا مش عارف الا انه ممكن اختاره بين الاثنين. فالاستشهاد او الاضطهاد بالنسبة لانسان مسيحي ده حاجة مفرحة، بتدخل في قلوبنا فرح. اي نعم بنبقى متألمين من اجل قساوة القلب اللي عند الناس اللي بيضطهدونا، من أجل عدم الاستنارة اللي هم عايشين فيهم، الظلمة اللي هم عايشين فيها، ولكن الإنسان المسيحي الذي يعيش حق الإنجيل بيبقى فرحان. واختم هنا بالآية اللي اتقالت على الرسل في سفر الأعمال إن هم راجعوا فرحين لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا لأجل اسمه. إن أنا أتهان من أجل اسم ربنا أنا مش مستحق لهذا، وده يعطي للإنسان فرح وسلام في وقت الضيقة ووقت الاضطهاد. يعني طب لماذا يسمح الله بهذه الشرور إنها تحدث لأولاده أو للخليقة بوجه عام؟ يعني مثلا مش بس الاضطهاد والقتل، إنما أيضا يعني في مجال السونامي مثلا، الكوارث الطبيعية، الزلازل، الأوبئة، لو كل دول ممكن نجمعهم في كاتيجوري واحد. إنما هل يعني سؤال نيافتك، لماذا يسمح بالاضطهاد لأولاده أو لماذا يسمح بالكوارث الطبيعية للخليقة ككل؟ هو الحقيقة ما اقدرش احط
كل انواع الالم دي تحت وان كاتيجوري. لو احنا حبينا نتساءل لماذا الالم، هنلاقي في 6 اسباب للالم، ومن الجيد ان الانسان يعرف ال6 اسباب دولت، علشان لما ادخل في ضيقة او ادخل في معاناة او في الم، لو انا عرفت ايه السبب، رد فعلي بيختلف بناء على السبب ده. وطبعا ممكن يكون اكتر من سبب مشتركين مع بعض، لكن انا لو اتكلم على 6 اسباب دي يعني مجرد حاجة علشان العقل يقدر يفهم اللاهوت الالم. يعني السبب الاولاني للالم هو الاخطاء الشخصية للانسان او خطايا الشخصية، فده ممكن انسان يعاني في حياته ويتألم بسبب اخطاء. يعني كمثل بسيط، طالب ما بيذاكرش هيسقط في الامتحان، فهنا ما اقدرش الوم الالم ده على اي شيء الا على اهماله في دراسته. ده السبب الاولاني. السبب الثاني، من ساعة سقوط آدم وحواء والأرض لعنت وربنا قال ملعون الأرض بسببك، من هذه اللحظة ابتدى عوامل الفساد تدب في العالم. عشان كده احنا عايشين في عالم فسد، وبسبب الفساد ده بتحصل هيروكينز، بيحصل تسونامي، بيحصل زلازل، أولاد بيتولدوا أبرياء بس بمشوهين أو بعيوب خلقية إلى آخره. ده جزء من الفساد اللي موجود في العالم. وعلشان كده نقرأ في سفر رؤيا على رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة خالية بقى من هذا الفساد. السبب الثالث اللي هو حرب الشيطان. والحقيقة حرب الشيطان هي حرب مع الله، ولكن هي حرب مع الله في أولاده. والشيطان يعني بيهيج على الكنيسة وبيهيج على ربنا. ومثلا الأحداث اللي هي الاضطهاد اللي الكنيسة بتمر بيه على ممر 2000 سنة، ده كله تفسيره هو حرب الشيطان، إن هو شيطان هايج وعايز يعني يميت الكنيسة، ولكن زي ما الكتاب بيقول حسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا. السبب الرابع ده بيكون بنسميه ديسبلين، تأديب من ربنا، ولكن هذا التأديب ليس له علاقة بخطية احنا عملناها. خليني أشرح أقصد إيه. مثلا أب وأم يجي ابنهم يطلب لعبة منهم، فالأب والأم يقولوا له لأ مش هنجيب لك اللعبة دي، فالولد ممكن يتضايق. هو الأب والأم بيهذبوا ابنهم ومش عايزين يطلع متدلع وكل حاجة بيطلبها ياخدها، إنما الولد ممكن يبقى متضايق وشاعر إن دي عدم محبة من الأب والأم، ولكن لما بيكبر وبيفهم بيلاقي إن ده في مصلحته. السبب الخامس هو بقى تأديب على خطأ الإنسان عمله. طب أشرح دي، خصوصا أنا قلت السبب الأولاني بيكون نتيجة للخطأ، أشرح يعني إيه تأديب على خطأ إنسان عمله. ممكن واحد يكون سايق العربية باستهتار يعمل حادثة، فنتيجة الحادثة دي العربية بتاعته تتكسر، وبعدين يجي البوليس يروح مديله تيكت. يبقى هنا في حاجتين حصلوا، إن الدمج اللي حصل في العربية ده نتيجة طبيعية للخطأ بتاعه، إنما لما البوليس بيديله تيكت ده نوع من أنواع التأديب علشان يراعي بعد كده ويكون ملتزم. هكذا أحيانا لما بعمل خطأ ربنا يروح مديني تيك، يبقى فيه ديسيبلين من عند ربنا هدفه إصلاح الإنسان. آخر سبب اللي بنسميه اختبار الإيمان، إن ربنا لما بيجي يحب يختبر إيمان إنسان لتزكيته، زي ما اختبر إيمان إبراهيم، يقول ولما أراد الله أن يمتحن إبراهيم ويعلم قلبه ومحبته فيه. بلا شك كانت تجربة صعبة ومعاناة صعبة على إبراهيم أن ياخد ابنه وحيده إسحاق عشان يقدمه ذبيحة. فدولت ال6 أسباب. رد فعلي مفروض يختلف. لو أنا معاناتي بسبب أخطاء الشخصية، رد الفعل هيكون التوبة. لو معاناتي بسبب الفساد الموجود في العالم،
هنا مفروض الإنسان يثابر ويحتمل، طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال إكليل الحياة. لو التجربة زي موضوع أحداث البطرسية بسبب حرب الشيطان، فهنا زي ما كتاب يقول لنا نلبس سلاح الله الكامل لكي ما نستطيع أن نطفئ سهام إبليس المتقدة نارا. لو هو تأديب من الرب، سواء تأديب من ربنا بدون خطية أو على خطية أنا عملتها، الإنسان يقبل التأديب، زي ما بولس الرسول في عبرانيين بيقول إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لبنون. أما السبب الأخير لو ده اختبار الإيمان، فهنا لابد أن الإنسان يطيع الوصية، وبطاعة الوصية هينجح في اختبار الإيمان. فدولت الست أسباب بتوع الألم، وجيد للإنسان أن هو لما يمر بأي تجربة يشوف السبب عشان يختار رد فعله. ولكن مهما كان السبب، لو الإنسان تعامل مع الألم بطريقة سليمة، ده هيكون لخيره والبركته ولنمو الروحي. ومن أجل هذا بولس الرسول اعتبر أن الألم هبة، لما قال وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله، لأن الألم بيزكي الإنسان. بطرس الرسول أيضا يقول لأنه من تألم في الجسد كف عن الخطيئة. سيدنا، كلام نيافتك بيخليني ان انا اتطرق لسؤال بمناسبة الحديث بتاع نيافتك، واحب ان انا اسأل نيافتك الى اي مدى ترى نيافتك مؤازرة النعمة لكنيستنا في مراحل الاضطهاد في العصر الحديث، من اول حادث الزاوية الحمراء الى حادث البطرسية. الحقيقة عمل النعمة واضح بشدة جدا، يعني لما نشوف ردود فعل الناس، نشوف حضورهم للكنيسة، نشوف ان ما فيش حد ضعف او خار او ترك الايمان، بل بالعكس الناس ايمانها بيزداد. يعني انا فاكر حادثة القديسين اللي حصلت في اسكندرية، كان في رأس السنة في ليلة عيد الميلاد، كانت الكنائس كلها مليانة ومكتظة بالناس، وكأن الناس ما حدث لم يهزهم من الداخل، بل بالعكس مسكوا في ربنا أكتر وأكتر وأكتر. وزي ما الأباء قالوا أن دم الشهداء ده بذار الإيمان، مع كل حادثة استشهاد ومع كل حادثة اضطهاد بنشوف نعمة ربنا إزاي بتاخد الحدث ده وبيمر في العالم كله. يعني احنا هنا عشان واحنا هنا في امريكا مثلا، ساعه شهداء ليبيا وساعه حادثه البطرسيه وشهداء القديسين وناجي حمادي، كل الاحداث دي كتير بيقابلونا ناس امريكان، واول ما يعرفوا ان احنا اقباط ومن مصر بلاقيهم عارفين على الاحداث اللي حصلت دي، وقد ايه مبهورين بقوه الايمان، وقد ايه مبهورين بشجاعة الشهداء. وانا دايما ردي بقول لهم ان هذا العمل ليس قوة شخصية ولا قوة بشرية، ولكن ده عمل الله وعمل الروح القدس ومؤازرة النعمة حسب وعد ربنا ان هو لن يتركنا، ودي مؤازرة النعمة لأولاده. فلما نيجي نحلل كل موقف زي ما حضرتك بتقول كده، من وقت احداث الزاوية الحمراء لغاية النهاردة، نلاقي ان الكنيسة بتقوى، الكنيسة بتنمو، الكنيسة الاعداد بتزيد، محدش بيترك ايمانه بسبب الاضطهاد، بل بالعكس كثيرين من غير المؤمنين يدخلوا الى الايمان، لان شايفين القوة موجودة في هذه الكنيسة، وشايفين عمل النعمة القوي وعمل ربنا القوي وسط اولاده. امين امين. تفضل. شاكرين نيافتك سيدنا، ونطلب من نيافتك كلمة ختامية للبركة، خصوصا ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد، كيف نمزج كل الكلام الجميل والتوجيهات الروحية اللي سمعناها من نيافتك والشروحات الإنجيلية. ما هو شعوري
في كلمة نيافتك وإحنا داخلين الكنيسة ليلة العيد. نيافتك أوريدي قلت إن الكنائس كانت بتكتظ أكتر بالمؤمنين وأنا سمعت في أحد تسجيلات شقيق إحدى شهيدات البطرسية بيقول للجاني القادم قول لنا أنت هتفجر نفسك في أنهي كنيسة عشان نروحها. يعني الأقباط أظهروا على مدى 2000 سنة وإلى هذا اليوم أن فعلا محبتهم للملك المسيح بيفتحوا صدورهم للاستشهاد. نحب نسمع كلمة ختامية من نيافتك. احنا دايما في اعياد الميلاد بنحاول نقدم هدايا لبعض، يمكن دي بتفكرنا بهدايا اللي قدموها المجوس للسيد المسيح. ولكن دايما اتساءل، يعني احنا لما بنحتفل بعيد ميلاد حد ما بنجيبش هدايا للضيوف وبنسيب الانسان اللي بنحتفل بعيد ميلاده؟ وهنا يتهيألي الفكر الانسان يفكر فيه وانا داخل الكنيسة في ليلة عيد الميلاد، ايه الهدية اللي انا هقدمها لربنا يسوع المسيح اللي ولد لكي يصبح من اجلي؟ انا اقدم له حياتي، اقدم له قلبي، اقدم له وقتي، اقدم له فكري، اقدم له ممتلكاتي، ايه الهدية اللي انا هقدمها لربنا؟ وربنا بيقول حب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. عيد الميلاد بالنسبة لنا هو تقديم حياتنا بالكلية ذبيحة حب على مسبح الذي أحبنا ومات من أجلنا. فندخل الكنيسة وأنا بقول له يا رب أنا جاي النهاردة بقدم لك، وأنا بحتفل بعيد ميلادك بقدم لك حياتي كلها، قلبي وفكري ونفسي وقدرتي وممتلكاتي وعقلي ووقتي، أنا رب كلي ملكك. فعلا زي ما معلمنا بولس الرسول بيقول لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وبركة مولود المزود تكون معنا جميعا، وربنا يجعل هذا العيد وهذا العام مليانين بالسلام والنعمة والبركة للعالم أجمع. كل سنة وانت طيب. ولروحك أيضا يا سيدنا، ممنونين جدا جدا جدا، ونرد إيجابيا ونقول ولروحك أيضا ولإبرشية جنوبي الولايات المتحدة المباركة. وربنا يكافئ نيافتك بالخير على تعب محبتك وظهورك معنا في هذا البرنامج اليوم الذي هو بعنوان يسوع المزود والصليب والقيامة. شكرا.